اسمع، لا ابو عباس ولا الجهه مالته، غصبا على راس ابو عباس والجهه والحزب والحركه اللي ينتمي لها. سيد ياخذ رقابكم، خبا ياخذ رقابكم وزقوه من السوق. انت عندك مسطية بسوق معقوبه ابو عيني استاذ نجم؟ عندنا احنا 70 بسطيات الرسميات اللي مسجلات في البلديه، 48 بسطيه داخل داير ما داير المدرسه. اي نص معقوبه تدفعون عليها ايجار؟ اي احنا ننطق اجار، احنا انطينا بالبدايه عقود 3 سنين عقد قعدنا بيهن، بعدين يابا زايدونا عليهن. ما يزايدونا، كل الحين اجراء المزايده، بس ننطق تامينات نفس ما كنا مأجرين بالسنه 550. كل سنه سنتين نروح نسدد ماكو مزايده هالسنه. زين، كل ما صارت مزايده بخمس ملايين تلقوا اعلان، وصار لنا هوايه بالسنه اللي بخمس ملايين غاليات يعني مو بحاجتين ما حد راح لهم. اخر شيء اجى طب متنفذ هاي بهذاك الشهر بالشهر ال 11 ما ندري يعني بعدين هو اجانا بال 12 اجانا مسوين مزايده انك تصير هي مسوين هي 800,000 بالسنه، احنا 550. اكو عقد دزيت الكيا على الواتساب موجود مالتنا. اي و 550 احنا بننفع لحد هاي اللحظه يعني لحد 2013 مسوين 550 دفعون بالسنة لو بالشهر؟ بالسنة 550 ندفع للبلدية. زين زين، اللي مشينا على هذا المنوال لحد 2023 شهر 12 إجانا شخص قال أخذت هناني هذني ملاتي. زين، أما هاي عقود بسلامينا قال تحضرون آجارات هذا النب 400 وذني 300 بالشهر الواحد. مش هذا المتنفذ أخذها من بلدية معقوبة قبل ما تخلص عقودكم؟ لا خلصنا عقودنا من 2017 استاذ نجم. اي من حق 2017، بس احنا عندنا استاذ نجم احنا عندنا وصولات ندفع تامينات للبلديه كل شهر، بس دون علمنا سووا مزايده دون علمنا، ما دقوا اعلان بمكان الموقع من ديجون. هسه اللي ديجون علينا المفروض احنا اصحاب الشان الاول، احنا اللي علمونا بهذا الشيء. راجعنا للمحافظ وقلنا للمحافظ، المحافظ انطانا كتاب تريث بشهر ال 12 يمك موجود دزيت الكيا على الواتساب. موجود تريث جاء شاف بعينه وقالوا في الثانية انطانا كتاب تريث، قال هذول الناس كسبه ويا مدير البلدية. من كاتب المحافظ؟ المحافظ من كتب المدير كتب مدير بلدية معقوبة تريث بالقرار. ابو البلدية نفذ تريث بالقرار لحاله نفذ ما نفذ، اجوا قاموا يجون هم متنفذين استاذ نجم، هم يجون شاف العالم اللي عنده بسطيه يبيع بيها طماطه وبتيته، هذول هسه اجوا ذني ما انسجلت بالبلديه، انطينا 300,000 انطينا 200,000، هذن قال العم ذني ما انسجلت، العالم تخاف، العالم خايفه حيل يعني ما يقدرون يحسنوا وياهم. المحافظ بنفسه اجى جاء ناس تفتح مدرسه وراحوا له كليه العالم قالوا له ذني سياده المحافظ مالتنا وجاي على ناس الكسبه قانونيا. هذا الان مشيت على قانونيين، يقول قانونيا ما طول عندك كتاب تريث ما يلحق الاحد يوقع توقيع واحد ورا هذا التريث. زين انت ذول هذا المتنفذ عقده ما كامل، هذا المتنفذ تعطونا ايجار هسه لو تدفعوا للبلديه؟ هذا هذا الشهر استاذ هسه بدنا ندفع له، استاذ عقده ما عنده عقد لحد الان، ننطي فلوس بدون ما ينطيك وصل، البلديه متعاونه ويا فتنوب. شو اسمه هذا المتنفذ؟ الاستاذ يقولوا له مثنى ابو عباس، والاخر يقولوا له محمد علوان. ابو عباس هسه ابو عباس هسه ياخذ فلوس وما يعطيكم وصل؟ لا وصل، لا يعطينا وصل. زين، امانه الله بالبدايه من جو يقول عمي هذا هسه اريد اسالك سؤال. منتمي يقول انا منتمي بس ما اقول لكم منتمي ولا اقول لكم لاي جهه. ما هو باوع اسمع اسمع، لا ابو عباس ولا الجهه مالته، هذا خروج عن القانون غصبا على راس ابو عباس والجهه والحزب والحركه اللي ينتمي لها. الان يسمعني هو، من ابو عباس قدام القانون لو الحزب؟ بس سكوت الناس اللي وصل هاي الحثالات عن تحكم. انتم لو تتفقون ما تطون لابو عباس وتوقفون بوجهه وتزفون زفه، لا ابو عباس ولا خاله عباس ولا ابو البلديه. وبعدين يا مثنى يا محافظ، اذا حكايتك هاي البلديات ايش قد طلعت انا على دياله؟ انت تصدر قرار وما حد يحترم قرارك بالبلديات. هاي لا اول قصه ولا ثاني قصه ولا ثالث قصه، ابو البلديه ما يمتثل لامرك. رجل اخذ عقد
إذا الرجل أبو عباس صاحب العقد عقد حقيقي فيطون أبو عباس، وإذا ذول الناس اللي شغلين المكان إذا كانت أكو مزايدة يدقون قطعة والناس يدخلون مزايدة حالهم حال الآخرين، ليش أبو عباس مدلل؟ لو أبو عباس يشتغل بميليشيا، لو فلان يشتغل بكذا، وتردون الديالة تستقر وتردون الديالة تصير ومشاكل الديالة ما تنحل، لأن أبو عباس ببحث وأبو خضير ببحث وبلدية معقوبة واحد وبلدية خانقين واحد، كل من عنده غرفة سوالة دولة بديالة، دولة بديالة. ليش ما توقفون ما تطول على أبو عباس يا محمد؟ أبو سيف، قانون قانونيا من المفترض قلنا لهم أنت بالقانون المفروض تجون تدقون البلدية، تجون تدقون إعلان، تجون تعلمون إحنا أصحاب الشأن. قل أبو عباس اسمع يا أبو سيف، قل لأبو عباس هاي فلوسك وطيني وصل، ايش كم محل انتو؟ استاذ احنا هواية الاستاذ هنا مكارب. اتفقوا كلكم اتفقوا كلكم عليه 48. اتفقوا كلكم عليه ها؟ قولوا له ما نطي لا ما تطي وصل، شريد ياخذ رقابكم خبا ياخذ رقابكم وزفوه من السوق، روح جيب لنا جيب لنا وصل. هو يسمع الان ابو عباس من ابو عباس، ابو عباس الى حق متعاقد يطي وصل باسم الدولة ويجيب لكم عقد من الدولة، ذاك الوقت تطول لأبو عباس فلوسه وتحبون رأسه.